الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان القائل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل طلب العلم فريضة لكل مسلم اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته أيها الإخوة المؤمنون اعلموا رحمكم الله أن موضوعنا اليوم الاستعداد لعام دراسي الجديد فالمدارس في هذه الأيام تفتح أبوابها لأبنائنا وبناتنا للتربية والتعليم فبالتربية يعرف قدر الإنسان وخلقه وبالعلم يرفع قدره قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وبه يخاف العبد من ربه قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبه ينال العبد الجنة قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وقال أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عباد الله هنا هن في بداية عام دراسي الجديد فينبغي لكل أب وأم ومسؤول أن يهتم بأولاده لأنهم من فليزة قلبه ودمه فعلينا أن نستقبل الدراسة بأولادنا بكل سرور وإخلاص في تعليمهم والاستقامة في التربية ولا شك أنه في هذه الأيام ستبذل كل أسرة غاية جهدها في إعداد أولادها رغم الظروف لدفع رسومات وشراء أدوات المدرسية فعلى كل مسؤول من الآباء والأمهات أن يختار ويدقق الاختيار المدرسة التي سيدخل أبناءهم فيه فكم من مدرسة بنيت بشكل جيد ولكنها ليس فيها عقيدة صحيحة ولا التربية ولا العلم ولا السلوك والمدرسة الحقيقية هي التي تتأهد النفوس بالتربية والتعليم فيتخرج منها النابغون يرفع قدر أوطانهم وإنه لواجب على الوالدين والمسؤول أن يحترموا قوانين وضوابط المدرسة أي مدرسة كان ويهتم بدفع رسومات واحذروا من شراء أدوات اللازمة للمدرسة بما فيها من صور الخليعة والشعارات الكفار واهتموا بالأولاد من حيث الغذاء واللباس والصحة والنظام في النوم والأكل والمراقبة عليهم بينهم وبين زملائهم هيئوا في بيوتكم الجو الصالح للمذاكرة يا وزارة التعليم راقبوا في المناهج ليكن أو لتكون المناهج التربية والتعليم لا التعليم واعدلوا بين أبناء الدولة من أمور المدارس الفرنسية والعربية من حيث التمويلات لا فرق بينهما يا وزارة الإعلام
يا وزارة الإعلام اتق الله وراقب برامج التلفاز، لأننا في بداية عام دراسي. يا وزارة الشؤون الاجتماعية ادلوا بين أبناء بين أبناء من يحمل أو ادلوا بين حامل الشهادة الفرنسية والعربية